السلام عليكم في هذا الفيديو راح نقيم الشخصيات اللي تستخدم الكتابه والكاتاليست مع الاس... هو ما هو تقييم صراحه هو راح نذكر الاسلحه المناسبه للشخصيات المناسبه تمام فيعني مثلا عندنا هذول الشخصيات كلهم يستخدموا الكاتاليست وهذه كل الاسلحه الكاتاليست حتى الثلاث نجوم فقط السلاحين كاتاليست اما الباقيين ما اشوفهم بهذيك الاهميه فمثلا عندنا اقول لكم كلي يناسب هذا السلاح هذا السلاح هذا السلاح المهم زي كذا طيب ف طيب نبدا باول شخصيه عندنا بربرة بر أو اسمعوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عندنا تسعة شخصيات راح أحذف نصهم كذا على أساس إنه الأسلحة تكون موجودة تحت فيصير نشوف كل الأسلحة كذا ممتاز كذا حنخلص دول الخمسة بعدين ايش دولك اللي حذفناهم اول شخصية عندنا بربرة أه بربرة شخصية هيلر تعتمد على الاتش HP في التهييل تهييل أه في الاليمنتال سكيل و الاليمنتال بناء على هذه المعلومات صح في ناس يستخدموها دي بي اس ويعملوا دمج عالي بها لما تكون دي بي اس واسلحه وزي كذا لكن هي اساسا ما هي دي بي اس هي هيلر فهنا راح في هذا الفيديو راح نذكر كيف السلاح المناسب لها لما تكون هي هيلر فبربرة الاسلحه المناسبه لها اذا كانت هيلر عندنا هذا السلاح هو اللي على طول عيني تروح فيه سلاح بربرة يزيد ال اتش بي وهذا شيء مره كويس وكمان يزيد دمج الشخصيات الثانيه طيب وفي عندنا كمان سلاح هذا سلاح كوكومي كنت ملخبط بينهم هذا وهذا سلاح يايميكو هذا سلاح كوكومي برضو كمان في الاتش بي عالي ويعتبر سلاح مناسب لها، اتوقع هذا كل الاسلحه. الفرق بين السلاحين دولا هنا التهييل حيكون اقوى لانه الاتش بي اعلى كمان دمجها اعلى، لكن آه هذا غالبا مفيد اكثر لانه بيزيد من دمج الشخصيات الثانيه وبربرا ما نستفيد من دمجها كثير فعشان كذا آه هذا السلاح يعتبر غالبا مفيد لها اكثر من سلاح كوكومي بس كلهم كويسين و... اي صح صح في هذا السلاح الحداد يعطي اتش بي في الكرافتنج لكن هذا السلاح ثلاث نجوم متوفر عند الكل ويعتبر افضل من آ... بروتوتايب امبر كنت ناسي اسمه افضل من هذا بروتوتايب امبر طيب عندنا ميكو آه ميكو شخصية تعتمد على دمجها العالي يكون في الاليمنتال سكيل وكمان ممكن يكون في الاليمنتال بيرست فالاشياء دي اللي تساعد في دمج الاليمنتال سكيل والاليمنتال بيرست هي الاشياء اللي الاسلحة اللي احنا نحتاجها طيب ناخذهم واحد واحد هذا يعتبر كويس بلاك ليف هذا سلاح فيلو انرجي ريتشارج واتاك لا هذا سلاح الايفنت اللي فيه الانرجي ريتشارج اتاك طيب هذا سلاح الحداد آه برضو مناسب لها لانه هذا فقط مناسب لشخصيات الالكترون اللي هم ليسا وميكو فقط ما في غيرهم آه ليسا وميكو هذا مناسب لهم لكن له استخدام معين وصعب كذا فيفضل اننا ما نستخدمه الا اذا ما عندنا سلاح آه بقوه الاسلحه اللي افضل منه طيب هذا سلاح ا آه ايش هذا ماب مير صح ايوه هذا مير برضه كويس هذا ما هو كويس هذا لا هذا لا لانه اتاك اتاك هذا ما احبه آه هذا لا لوس آه. بلاير كويس هذا السلاح ما هو كويس يزيد الاتاك كثير بس ما هو كويس آه بالنسبه لميكو ف وكمان هذا كويس سكريفيشال ما هو كويس الخبط هذا سيث ايوه وهذا لا ما هو كويس هذا كويس اوكي اتوقع ذولا اه <applause> اسلحه كويس فهذه هي الاسلحه المناسبه لها لو يعني انا ما كنت ناوي اقيم من افضل ومن افضل في الفيديو حق ميكو في التقييم من افضل ومن افضل آه لكن هنا ابغى اجيب سيره سلاح البلاكليف اسلحه الكاتاليست كويسه الموجوده فعشان كذا الكاتاليست البلاكليف ما هو ما يفضل اننا نشتري لانه في اسلحه كاتاليست اللي هو ذا ويتسيث والسولار بير هذول السلاحين ما شاء الله عليهم من اقوى الاسلحه الاربع نجوم فعشان كده سلاح بلاكليف ليف ما هو قوي لديك الدرجه فيفضل اننا ما نشتري لكن اذا هو سلاح موجود فخلاص سلاح موجود وممكن يستخدم كوكومي تصدقوا حاسس اني متورط لانه الاسلحه بس صوره واحده لازم المفروض اكثر من الصور لكن شوفوا انا حاخذ السلاح من فوق معايا فمعناته خلاص بربر وكوكو وميكو انسوا الترتيب ذا خلاص عندنا هذه الأس... بسم الله عندنا هذا ايوه كذا كويس عندنا هذه الاسلحه آه لانه فيها اتش بي فمناسبه الكوكمي اه اول حاجه آه كوكمي تعتمد على الاتش بي في التهييل هي تهيل وتدمج بقوه وتعتمد على التهييل في الدمج لكن مشكلتها انه ما فيها كريت فمعناته انه ما نحتاج لا كريت ريت ولا كريت دمج الاتاك عندها كويس اللي من تلمسري كويس انرجي ريتشارج كويس كريت ريت كريت دمج ما هو كويس طيب هذا السلاح ما أعرف ليش صاير لخبط هذا سلاح الايفنت طيب هذا سلاح الايفنت روغو, روغو رو. ما أدري ايش اسمه أتاك وانرجي ريتشارج أتوقع إنه كويس صدقوا أتوقع إنه كويس طيب هذا كريت ريت مو كويس هذا مابامير كويس هذا لشخصيات الالكترو زي ما قلنا ها من دحين لهنا لانه ما حد هيحتاجه الا هذه هذا اتلس اتاك كويس هذا كريت ريت مو كويس هذا كريت دمج مو كويس ذا كريت ريت وذا كريت دامج دي الاسلحه كلها ما هي كويسه الاسلحه اللي تحت هذا كويس اذا تعتمد على تشارج اتاك لكن ما يفضل خلينا الاسلحه اللي ما يفضل ابعدهم كلها خلاص اوكي أه لا 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 خلاص اه هذا كويس هذا كويس هذا اللي هو واين مدريش لانه فيه له الانرجي آه وكمان فيه آه استهلاك استمنى يخف من استهلاك استمنه ويزيد من الاتاك فبرضه هذه الاسلحه خاص تقريبا كوكومي هي هذه الاسلحه المناسبه لها تمام لو نتوجه لسكروز شخصية انمو واستخدامها الاغلب انها سبورت بحيث انها تزيد من الاليمينتال ماستري للشخصيات الثانية طيب فراح نشوف الاسلحة اللي اول حاجة انه اللي فيها المنتال الماسري. ساكرفشال من افضل الاسلحة لها وجالس ادور على سلاح هذا حداد مابا مير و آه كمان هذا ممكن يستخدم هذا يستخدم فقط عشان يزيد من دمج الشخصيات الثانية لكن فائدة لسكروز نفسها ما يفيد فقط يزيد من الشخصيات الثانية هذا الناس اللي يستخدموه فقط الناس اللي يبغي يعمل ون شوت ممكن يستخدم تمام آه لكن هذه السلاحين الثانية أفضل بحيث أنها تزيد من آه دمج سكروز آه بس بس هو ها هي هذه السلاحين باقي الأسلحة تزيد من دمج سكروز يعني راح أضيف الأسلحة اللي تزيد من دمج سكروز يعني مثلا إذا هي دي بي إس ولا نقوي دمج الإليمنتال سكيل أو الإليمنتال برس هذا كويس, هذا كويس هذا كويس هذا كويس هذا كويس والله كلهم كلهم تقريبا كويسين هذا كويس لا لا هذا تشارج اتاك يعني كويس بس لما تعمل تشارج اتاك عارفين آه هذا آه لا لا هذا برضو كويس في اتاك عالي هذا انرجي ريتشارج عالي صح هذا السلاح من افضل الاسلحه لها فينيوس لانه في له انرجي ريتشارج عالي فالانرجي ريتشارج لها وانرجي ريتشارج لباقي الفريق فيعتبر كويس لها بس يبغى له كريت عالي فاشوف انه هذه الثلاثه الاسلحه او هذا كمان معاهم في حاله الون شوت فهذه الاربعه الاسلحه هي من افضل الاسلحه لها اما هذه الاسلحه اللي باقيه تعتبر اذا كنا نبغى نزيد من دمجها واذا كنا نبغى نستخدمها دي بي اس ممكن تمام خلينا نتوجه لليسا لي ليسا في الغالب زي كوكومي زي ميكو اقصد عندنا هذا السلاح كويس طيب سلاح الحداد وعندنا سلاح ميكو لا مو ذا انا ساير الخبط هذا سلاح ميكو برضو كويس وهذا السلاح برضو كويس سلاح الايفنت الحالي وبرضو في ناس يستخدموا هذا عشان آه هذا السلاح حلاوة إنه لكل شخصيات السبورت عشان يزيد من دمج الشخصيات بسم الله يزيد من دمج الشخصيات الثانية فهو على حسب الاستخدام مو دائما كويس ففينيوس مرة كويس ما مير برضو كويس وقع هذه الاسلحة هي فقط الكويسة تمام هذا آه الاسلحه المناسبه لليسا اذا كانت هي سبورت اما اذا كانت دي بي اس او نبي نزيد من دمج نورمال اتاك او زكي او نستخدمها بكثره فالاسلحه الدي بي اس الثانيه برضو تعتبر آه كويسه تمام الحين خلينا نضيف ال <applause> شايفين دولة دول السلاحين ده رويال وباقي الفريق حقه وهذا حق الثلج وباقي الفريق حقهم من اكثر الاسلحه اللي انا ما اشوف انه في شخصيه مناسبه لهم كله مو بس الكاتاليس كل الانواع ما اشوف انه في شخصيه فعلا مناسبه له هذا يزيد الاتاك وهو مره كويس بس الخاصيه الموجوده انه يزيد الكريتريت يزيد الكريتريت لكن لما يزيد الكريتريت هي ضربه واحده اللي حتكرت فيها بعدها حيروح الكريتريت كله فعشان كذا ما اشوف انه هذا السلاح مفيد ابدا وهذا مفيد مره مفيد قدام الأس... قدام الشخصيات الكرايو فعشان كذا لما انا واجه شخصيه كرايو فهذا مفيد اما لما ما واجه شخصيه كرايو فهو ما هو مفيد فعشان كذا في الغالب ما يستخدم اما هذا مناسب مع بعض الشخصيات فيعتبر كويس نوعا ما طيب نشوف الباقيين خلينا نسوي ريست هم حيجوا فين وصلنا ليسا مونا عندنا هذول الأربعة الشخصية مونا مونا هذا سلاح هذا السيف تمام هذا سلاحها الأفضل لكن الأسلحة الثانية برضو تعتبر كويسة لها أسلحة الخمسة نجوم خلنا خلنا نقول هذا كمان برضو آه كويس لأنه دول الاثنين أحسهم توأم <applause> أحسهم توأم اللي ناس وذا هي ناس وذا طيب آه هذا كريت ريت وهذا كريت دامج كريت دمج هذا افضل طيب اسلحة الخمس نجوم هذا سكاي وورد اطلس مرة كويس لا هذا ايش هو ايوه سكاي وورد اطلس وهذا لوس بلاير برضو كويس هذا لا هذا لا البلاك ليف زي ما قلت لكم قبل آه يفضل اننا ما نجيبه آه ثلاثة نجوم توين فرايد كويس هذا السلاح كويس واين مدري إيش إنرجر تشارج واستamina فهو كويس ما مير برضو كويس إذا نبغى أتاك هذا كويس في زيادة الأتاك والأتاك والأتاك هذا السلاح ممكن يستخدم في الانرجر تشارج إذا كنا نبغى إنرجر ريتشارج فهذا السلاح كويس لكن ما يفضل في أسلحة كثير ثانية فهذه هي الاسلحه هذا اذا نبغى نعتمد على الانرجي ريتشارج ونعطي ما اربعه من وندر ستروب ونستخدم انرجي ريتشارج شفت مين يستخدم مونا بوندر ستروب فممكن هذا السلاح يعتبر كويس كمان لكن ما يفضل خلينا ننزله من هنا طيب هذا اللي اللي مو داري من ايش ذا السلاح هذا سلاح إيفن كان موجود حكلي فهو دحين غير موجود زيه زي ذا السلاح زي هذا السلاح كان موجود مؤقت دحين موجود مؤقت وحيختفي وما راح يرجع نهائيا يرجع ما يرجع الله اعلم بس انه غالبا ما راح يرجع او ما في سلاح رجع ثاني كذا افضل طيب نينغ وانغ نينغ آه شخصيه دي بي اس هي ما هي دي بي اس هي تعتمد على المينتال بيرست ممكن تستخدم تعتمد على النورمال اتاك وكمان كمان تستخدم تشارج اتاك كثير ف ذا سيث كويس لكن مشكلة ذا سيث انه اذا ويت سيث يعطينا ثلاثة خيارات يا اما اتاك يا اما المنتال ماسري يا اما المنتال دمج اذا جانا اتاك او المنتال دمج فهو كويس اما اذا جانا المنتال ماسري نونغوان شخصية جيو فهذا زي اللي السلاح كده على الفاضي ما في له الا كريت دمج فما في له زيادة في الدمج تمام؟ طيب هذا كمان برضو يعتبر كويس سولار بير هذا برضو كويس يزيد في الاتاك والاتاك وهذا فيه كريت ريت ممتاز وهذا برضو ممتاز هذا برضو ممتاز هذا لا مابامير برضو ممتاز هذا ما يفضل لانه شخصيه دي بي اس أو ابى اتكلم عن هذا شوي احنا قلنا هذا يزيد من الشارج اتاك ونينج وان تسوي تشارج اتاك كثير صح عشان يصير في دمج تشارج جيت لكن مشكله نينجوان الدمج احنا لما نسوي التشارج اتاك ويصير الدمج العالي هذا هذا الدمج ما هو دمج التشارج اتاك حق نينجوان هذا دمج التشارج جيت صح يكون في جزء منه دمج النورمال الشارج اتاك اتوقع قلت كثير لانه تشارج اتاك وتشارج جيت المهم نينجوان انا هعيد الشرح تعمل ثلاثه شارج جيت حولها طيب لما يصير تشارج اتاك راح تضرب تشارج اتاك وكمان راح تضرب تشارج جيت تمام التشارج اتاك اذا استخدمنا ذا السلاح اذا حطيناه استخدمناه وضربناه دمج التشارج اتاك راح يضرب طيب وراح يزيد دمج التشارج اتاك اما الثلاثه ذي اللي حول جوانك اللي دمجنا بيها ما راح يزيد دمجهم طيب والدمج العالي حق نينجوانج هو دمج التشارج جيت ما هو دمج التشارج اتاك فعشان كذا هذا السلاح ما هو مناسب لي هذا السلاح الخمس نجوم برضو كويس لكن يفضل في جيو في في شيلد في التيم او كمان ممكن تجمع نينجوانج الرسالات اللي في الارض فيصير ايش عليها درع فيصير الدمج يكون الاتاك يكون عالي مره هذا كمان مناسب للنجوانج هذا وهذول الاثنين شوفوا زي بعض اللهم هذا خمس نجوم وهذا اربع نجوم لانه كلهم يزيدوا الاتاك ويزيدوا الاتاك فوق الاتاك طيب هذا قلنا خلاص خلاص ان شاء الله ما لخبط في اي سلاح هذا قلنا هذا هنا خلنا نحطه في ما نبغى ما نبغى نهائيا طيب تمام طيب يانفي يا يعني في شخصية بايرو وتعتمد على التشارج اتاك وتحتاج الاليمنتال بيرست بكثرة ليش تحتاج الاليمنتال بيرست عشان تزيد من دمج الشارج اتاك حقها تمام فمعناته الاسلحة اللي فيها تشارج اتاك هي اللي تفيد هذا طيب وكمان هي شخصية دي بي اس فمعناتها تحتاج كريت ريت وكريت دمج خلاص وهذا يزيد من دمج الاليمنتال دمج وهذا برضو كويس وهذا كويس وهذا كويس هذا فين في رايحين انتو يا جماعة طيب وهذا يزيد الاتاك وهذا يزيد ما شاء الله عليك يا يانفي أخذت كل الأسلحة هذا كويس بس ما يفضل لأنه في أسلحة ثانية غيره فهذه أسلحة يانفي يعني حتى الآن زي ما قلنا البلاك كليف هذا آخر سلاح كلي زي يانفي اللي يفرق كلي عن يانفي انه يانفي تحتاج للليمينتال بيرست في زياده الدمج اما كلي الليمينتال بيرست عندها فقط في يعمل دمج ليمينتال بيرست ما في له زياده في دمج التشارج اتاك طيب هذا السلاح مناسب لها وكل اسلحه يانفي مناسبه لها كل اسلحه يانفي مناسبه لها تمام هذا لا 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 طيب اللي يعني لا برضو لا طيب ف اللي اذا في شيلد حتى هنا يعني انا ما احب يستخدم بس الا اذا في شيلد طيب ممكن يستخدم مم. طيب بس تقريبا بالاضافه الى هذا هذا مناسب لانه كلي ممكن تستخدم المينتال الأسكيل مرتين ممكن كمان اتوقع والله ما اتذكر مزبوط مع الكونستليشن ممكن تستخدم المنتل كل ثلاث مرات فهنا ممكن تستخدم هذا السلاح لكن هذا السلاح طبعا هو سلاح ميكو هذا آه سلاح ميكو طيب لكن فالوحيدين اللي ممكن يستخدموا سلاح ميكو هو هي ميكو وليسا وممكن تستخدموا كلي في بعض الاحيان لكن في اسلحه ثانيه افضل آه لكلي من هذا السلاح وكمان انا شفت مقاطع كلي الكونسوليشن الثاني يزي يخفف من الديفنس ففي ناس يستخدموا هذا السلاح الكلي بهدف يعملوا الون شوت العالي هذا فياخذوا هذا السلاح ويحولوا لشخصيه ثانيه فيزيد الاتاك مره كثير عند الشخصيات الثانيه فعشان كذا يعطوها هذا يعني ما نبي من دمج كلي لا نبغى من دمج شخصيه ثانيه فتاخذ هذا السلاح اصلا هذا السلاح مناسب لكل الشخصيات إذا كنا نبغى نزيد من الشخصيات الثانية فهذا السلاح أسطوري يعني صراحة أنا أتوقع كذا خلصت الشخصيات فبما أني خلصت الشخصيات فأنا خلصت التقييم فشكرا لكم على المشاهدة وإن شاء الله الفيديو حلو وممتع ومسلي وما في له أي جزء ممل آه أنا مستوعب أني بواجه مشكلة في أسماء الأسلحة فعشان كده أتوقع أني حسوي طريقة أكتب فيها اسم السلاح في السلاح طيب أو أحطه في الجنب طيب آه لايك واشتراك ونشر وتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي لانه هذا انبسط فيه واتشرف بيكم دائما في اي مكان انا موجود في التيك توك وموجود على التويتش وموجود على اليوتيوب وباقي المنصات موجود لكن متفاعل في هذه الثلاثه. لايك واشتراك ونشر دعواتكم. السلام عليكم.